اشهد لنا يا متتبعي قناة شوف تيفي، السلام عليكم. في البث المباشر من مدينة تمارة ومن قلب جماعة تمرة الخير، والخير موجود في تمرة الخير كما كتشاهدوا معنا الدلاح تبارك الله الصلانبي زاكورة المليح 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 المليح، ملي تنقولوا المليح فراه كاين المليح هذا العام ولله الحمد، كاين تنوع ديال المنتوجات كتشوفوا فيهم تبارك الله الصلانبي. وغنبداو وانتم كتشوفوا سعداتك اوليدي فاطر، سعداتك سيداتك الدوك في الدلاح تبارك الله وصلنا بخير، موجود في مرس الخير وسوق السبج معروف دائما بالتنوع المنتوجات الفلاحية بحكم انها قريب من الضيعات الفلاحية. فكنشوفوا هنايا الاناناس تبارك الله شاهية كذلك موجودة، الخير موجود الحمد لله، الخير موجود الخير موجود. والاشمينة غنعرفوها حتى هي باش نشوفوا واش استطاعت المواطن ان يقتني هاد المنتوجات هادي. فكتشوف اخليك اخليك، فكتشوفوا هنا البعويد وهنا كذلك تبارك الله والصلاه على النبي، الخيرات موجوده الحمد لله، ونتمنى ان يكون حتى التصاير ديالها يكون في متناول المواطن. اليوم لابس لينا التوني ديال الجيش الملكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شنو هذيك اليوم ديال اناناسه؟ اناناسه مليحه اخويا، اناناسه هاي الاناناسه دابا مليحه سوبر قصه، عباد الله هنا 1000 فرانك شحال ديال انا؟ 160 لا غلا على مسكين دلعه و 100 درهم، دلعه 100 درهم الكيلو، 100 درهم الكيلو. اه زاكوره حنا شفنا ما كاينه طبع وذوق. اه ما كاينه طبع وذوق، اه وتذوق عندك الذوق مليح مليح مليح. الماكله الماكله ها الباطون، ها هو ها الباطون، ها دوز دوز ها بسم الله. يلا السلام عليكم. اللي بغى الاناناس، اللي بغى الاناناس هذه مراكش مراكش. شوف شو الحلاوه، شوف شو الحلاوه. اللي بغى مرحبا، هنايا في السوق تبارك الله الدنيا مزيانه، البيع مليح، كلشي كيبيع 10 دراهم، حنا 160 160 والحلاوه. الله يحيي السوق. 160 الحلاوه، الحلاوه 160. بالنسبه للاقبال، الاقبال كاين، الاقبال كاين، الاقبال الحمد لله، الناس كيشريو الناس. الدلاح الدلاح ديال الزاكوره تبارك الله، شو هو المليح المليح تبارك الله. واجي السي احمد، السي احمد اه اللي كتشوفوا معنا يعني الدلاح فراه كما قال انتم، راه وحده الفوق مليحه والتحت مليحه. سي احمد اذا نخليو سي احمد يترزق الله، ديك الساعه نشوفوا عادي يتكلم معنا. والحمد لله بلادنا راه الخير موجود، الناس المرز الخير راه ما كاين غير خير تبارك الله اصلان بيه، راه كل شيء موجود. وحتى المهم خليو السي احمد، خليو السي احمد يترزق الله، وحنا غنجيبوا هذه الجوله هذه. وكتشوفوا هنا البنان، كاين لافوكا، شحال داير هذا لافوكا المرضي؟ لافوكا 2000 والبنان؟ اذا تكلم سير، الله يسخر لك الله يسخر لك. اذا 180 ولافوكا 50 درهم الحمد لله، يعني خير موجود، ولكن لافوكا باقي الثمن ديالها طالع شويه حيت كاين عليه واحد اقبال كبير. مول الدلاح سي احمد زاكوره الله يسخر ليه، وانا غنرجعو عند مولين العصير العشاق ديال العصير. اذا الليمون، الليمون ديال الغرب ها هو كتشوفوا فيه الليمون، جوده 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 والجوده هنا وليدي احسن من طاقه من طاقه الغرب. كاين الماء سي عبد الرزاق؟ كاين الماء، ها الماء خويا، ها كي تنديروا الليمون كنديروا له هكا، كنديروا له هكا، سكشي سكشي الروبيني على الماء، الروبيني مشاخ مليتروتش من الماء، مشاخ مليتروتش من الماء. الخير موجود الحمد لله، وكما كتشوفوا فالليمون ديال الغرب، الليمون ديال الغرب ها ما خويا. احسن ليمون اوليدي، احسن ليمون اليوم، احسن
لا والو لا والو وليدي فراجي شوف هنا وليا برصه 09 19 01 44 5400 مرحبا العزيز مرحبا مرحبا. اذا انتما كتشوفوا هنا خير موجود يعني الحمد لله الحمد لله كاين اخبار حنا حنا راه نشارش اي واحد اي حاجه بغي يشوف حنا راه الاشاره الروبيني ها الروبيني ها ايدينا اللي ما بغاش العصير فيتامين سي حقيقي عطيني الناس الميكا عطيني الناس الميكا ويلي ويلي ويا الحاج واحد العاده ويا الحاج قال لك نبيعوا الليمون 140 ما لقيتش لما تبيعوا الشعب ليمون عاد 80 ريال هذيك على الشاوده نص متر وجبد نص متر. اذا اول مره كنشوف بيع وشراي وناشط وغنقولوا فرحان وطالق وما عندوش مشكل وما عندوش كلشي يشرب فيتامين سي من شعب الغرباوي يشرب فيتامين سي الحقيقي الطبيعي وانا كذلك فالليمون تبارك الله وصلى على النبي هو شخر ما لمش والشلالات هذا الشلالات هذا مابقاش 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 ليمون. اذا دابا كنشوفوا السي عبد الرزاق الغرب خلات الغرب خويا والليمون ب 80 ريال كاينه 100 وكاينه 80 الحمد لله في جله الامطار ديال هذا العام هذا الله تنعم علينا الخيرات موجوده في البلاد ديالنا واخا في الازمه ديال ازمه كورونا الا والخيرات موجود كاينه السلعه موجوده الوفر موجود هكا لا لا 6 كيلو 480 وعباد الله 6 كيلو ديال الليمون ب 480 ريال كما لاحظتوا دابا كاع الفواكه الصيفيه هي دخلات لا من السويله لا من الدلاح لا من الباباي لا من الافوكا كل شيء العرض موجود خاصنا غير شويه انضباط وشويه تباعد وبنادم اللي تقدا يمشي بحاله حتى تدوز هذه الازمه هذه على على سلام ان شاء الله وغترجع للمياه اللي ما جاريها 480 500 اذا كما كتشاهدوا معنا متتبعينا الكرام فباش ما باش ما نكونوش حنا واحد واحد الحجره امام طريق ديال هذا البائع هذا وخليه انه يترزق الله حنا غنحاولوا اننا نواكبوا هذه العمليه ديال البيع والحمد لله يعني نتمنوا له التوفيق والتوفيق كامل الناس كاملين اللي كيبيع بيع وشراء سي عبد الرزاق الله يربح الله يسخر وتنشكركم على المواكبه ديالكم للحاجات من ناحيه شوف تي في ديما مواكبه المواطنين على التطلعات ديالهم الاسعار ديال الاثمنه ديال الفواكه بالاسواق الاسبوعيه وكنقول للمواطنين بان الاسواق الاسبوعيه هي من ارخص الاثمان اللي كاينه على الصعيد الوطني وتحياتي لكم شكرا والسبب راجع ان الماتش ماشي المارشي هادشي كيجي من الضيعه لهنايا يعني ملي كنخلصوا العشر حتى حنا هنا كنخلصوا العشر ديالنا ايوه كاين 10 قلم ديال المارشي الحمد لله صافي هادشي اللي كيخليها مربوحه الله يربح الله يسخر وانتم كتشوفوا الليمون العصير 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 الناس راه كلشي ما كاين غير العصائر ما كاين غير فيتامين سي نعيد ولا ذكر متشبعين الكرام في كل مكان اللي كتواجدوا بسوق الاسبوعي بمرس الخير والخير موجود في مرس الخير والتنوع كبير وهاد الدلاح تبارك الله راه النحله حطات على الدلاح اش عرفوا راه كاين الحلاوه موجوده الحمد لله والله يربح الجميع وانتم كتشوفوا كل شيء سويلات كل شيء موجود الخير موجود هاد العام خلي لي راه تسمع الصوت ديالك سيدي السلام عليكم خويا هذه السويهله من مراكش شيشاوه المليح ديال السويهله والثمن مناسب زعما الوكاله خويا كلشي ياكل عندنا الدلاع ديال زاكوره الدلاع راه اليوم زاكوره خويا عندنا بلاتي بلاتي انا غنصيب لخويا هاك تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله الخير موجود المعلم لا صافي من يخرج من يخرج من يخرج الماء من يخرج الماء عرفوا راه المليح كاين المزاح منين المزاح اخويا تا هو زاكوره المليح التفاح اخويا ديال ميدلت كندير خويا التفاح العام شويه غالي داير 12 درهم 13 درهم المزاح خويا داير 10 11 10 11 هو داك الثمن زعما كاين الثمن على برا ماشي بالنسبه انا الوكال هذاك الشيء قليل فهمتي هو ثمن زوين بالنسبه للجميع كلشي والله يربح والله يربح
الله يسخر ليه الله يسخر ليه. احسن حاجه هي تقاتل على راسك وانت باقي صغير. سير انا غادي موراك. الحاج التفاح موجود؟ الله يجعل البركه. الله يجعل البركه. بالنسبه لكم كي جاكم رمضان هذا العام؟ الحمد لله والشكر. كاين الاقبال ديال المواطنين؟ نعم. كاين الاقبال ديال المواطنين؟ كاين الاقبال ديال المواطنين. المواطنين خاصهم يتهلاو في بعضياتهم. هذا عندنا الشيء هذا اخويا عندنا هو التحفه عندنا احنا لما كان شوكه ما كاينه حتى حاجه. هذا ملي تنحطوا وحدنا في الطبله تلقانا التيسير والخير والحمد لله. والله أخو هذا هو الميمون ديالنا هو التيسير. هذا هو البطل الكبير. هذا هو البطل الكبير في السوق. هذا في السوق معروف عندنا تنتهلاو فيه ما تخصو حتى حاجه. عشيه العصير ديالو ضروري هو اول حاجه عندنا خاصه الطاقيه ديال مولي الخيل. الله يسخر الامور ورمضان مبارك سعيد. وانتم كتشوفوا الخيرات ديال البلاد موجوده. نتمنوا ان يكون هذا الشيء عند حسن ظن الناس. وانتم كتشوفوا يعني كاين تنوع كبير ديال هذه المنتوجات هذه. فين ما مشيتي فكاين الخير. فين ما مشيتي كتلقى الخير. وانتم الحمد لله يعني هذا الدانون هو الخوخ ولا الشهديه. وانتم كتشوفوا حتى هي يعني دخلت للسوق وكل شيء موجود الحمد لله. غنمشيو نتعرفوا المتشبعين الكرام في كل مكان على الاشمنه ديال الخضر بهذا السوق ديال الجمله. وغنشوفوها الان عند دائما عند لامين وعند حشوه الوحيد اللي كيتقبل انه يتكلم معنا وعنده واحد الفصاحه في اللسان باش كيتكلم وكيعطينا الاشمنه. وانتم راه الخير موجود في مرسى الخير. الناس ديال مرسى الخير كل شيء موجود. كازاوي الرجاوي مرسى الخير اخويا والخير موجود في مرسى الخير. اللوبيا الحامض كل شيء القوق الجلبانه طاطا قصبيه كل شيء موجود. وانتم كتشوفوا يعني البصله 30 ريال البصله شو شوف كل شيء موجود الحمد لله. وانتم كتشوفوا الاجواء في هذا السوق راه كل شيء مخير. وغنشوفوا الان احد التجار ديال الخضار باش نعرفوا الاثمنه ديالهم. سي محمد السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. هذا انت المقدم سي محمد. مرحبا سيدي. سيدي محمد اخبار السوق اليوم؟ السوق مزيان اخويا انس. كرب الميكرو عندك. السوق مزيان اخويا انس. كاين اقبال المواطنين؟ الحمد لله كاين اقبال اليوم بزايد تبارك الله. حيت يمكن حيت ساعد الشغل. هذاك الشيء علاش المواطن كلشي داخل اليوم. الصغير داخل. اي المواطن داخل بزاف السوق كما تشوف السوق عامر بزاف ومزيان. كاين رواج كاين البيع والشراء. المهم بعدا كاين داير الناس خدامه تبيع وتشري تبارك الله. كلشي ناضي كلشي مزيان المواطن ناشط كلشي بخير وكلشي على خير. سيدي محمد ولا نبقى نقول مقدم. اللي قلتي اللي قلتي يا بنات. احنا اصلا توحشنا الخير والتبوريضه. مرحبا. عطينا الاسعار ديال الخضار. الاسعار من مطيشه. الاسعار اخويا كيف تشوف مطيشه 100 ريال. الفلفله غاليه شويه تنبيعوا 140. الخيار 100 ريال. القرعه 100. بطاطا وخيزو 60 ريال. باربا 60 ريال. كورجيط 100 ريال. عندنا السلاوي داير 10 دراهم. باربا 60 ريال. البصله 2 دراهم. وهادشي اللي كاين. يعني نوع الاثمنه. الاثمنه مناسبه. اثمنه جد مناسبه. اثمنه مزيانه كاع مخيره. اثمنه مزيانه كاع مخيره. البطاطا هاد الاسبوع هي لاصقه في الزيت. ها؟ البطاطا اسبوعيه في السين. اي اسبوعيه في السين. كما البطاطا باقا ما دخلتش ديال البلاد. باقي الناس يبغوا حتى يخرج سيدنا رمضان عاد تيطلقوا ديك السلعه تخرج. دابا كاين اللي باقا السلعه تحت الارض باقي ما حافرينها ما والو. الخير موجود ماشي ما كاينش. السلعه موجوده كلشي موجود الحمد لله. ولكن تيتسناو يخرج سيدنا رمضان وغيولي يدفعوا الفلاحه يدفعوا الخضره تخرج. البطاطا ان شاء الله. واش منو عليكم انتم؟ مرحبا سيدي شكرا. الله يربح. اذا انتم كتشوفوا هذا التنوع هذا ديال هذه المنتوجات هذه. هانتوما البطاطا اللي كنا كنتكلموا عليها 60 60 الباربا 60 خيزو 60 راه غير لاقيتيني كنقول 60 60 60 60 البصله هذه 40 مطيشه 100 ريال الفلفله 140 الخيار والله الا نسيتش القرعه كور شحال دايره القرعه كورشيطا شاكر 100 ريال 5 دراهم هذه الخير موجود الحمد لله متتبعين اكيد كاين الاقبال والحمد لله فين ما كيدخل السالير كيكون الاقبال ما كيكونش فلوس ما كيكونش الاقبال
دمتم في حفظ الله ورعايته على امل اللقاء بكم في قادم احداث نستودعكم الله الذي لا شضيع ودائعه. كان معكم انس بن يوفا من قلب سوق السبت بمرس الخير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.